بسم الله. طيب، في نهاية المحاضرة الماضية كنا أضفنا هذا السورد، هذا الكلام، قلنا إنه نعمل سورد باستخدام أي كولوم وإيش نوع الترتيب وبيشتغل بالشكل هذا. ولكن لسه في عندي في الكلام هذا، لسه أنا ما خلصت، بدنا نكمل على التالي. هل جيت يا جماعة الخير؟ طلع معايا لو سمحت في المشكلة هذه. أول شيء خليني بس نرجع نشرح كيف عملنا السورت. هل جيت من الأول خالص؟ من الأول خالص عملنا فورم. ليش فورم؟ عشان بدي آخذ بيانات من المستخدم، اسم الكولوم ونوع الترتيب. ففيش شيء بياخذ بيانات إلا غير فورم. ولأنه بدي أبعت بيانات على نفس الرابط على نفس الصفحة، خليته جيت، لأنه الفورم السيرش في نفس الصفحة اللي موجود فيها. فالآن كأني صرت رايح على نفس الصفحة طريقة عادية، ولكن مرسل معي بيانات تنتين، البيج، لا عفوا، لسه قبل هذه، اللي هو الكولوم والتايب. الكولوم والتايب، الكولوم هو اسم العمود والتايب نوع الترتيب. هذا مرسل معي انا اللي انا عملته. طيب الان هل قلت لما انا اجي ازور الصفحه زي هيك بدون اي يو ار ال، بدون اي اضافه بهذا الشكل، مفروض الان يشتغل على الترتيب الطبيعي اللي هو اي دي وديسندنج. طبيعي اي دي 1 2 3 وخلصنا. هذا الترتيب الطبيعي. الان لكن اذا انا اخترت قلت له اي دي وديسندنج مثلا وضغط على زر سورت، فصار الان الفرق انه انا بعتت قلت له بدي اياك بهذا الشكل. لكن تروح على نفس الصفحه اوكي، ولكن خد معك متغير اسمه كولوم، اسم العمود ترتب عليه، ونوع الترتيب ديسندنج. فصار الان انه انت جاي له بدك تعيد الترتيب لاشي تاني. عشان نهندل الموضوع هذا ايش دور الباك اند؟ تعال هنا. من هذا طيب. من اي ناحيه؟ ايش كان يعمل؟ مثلا يعني سورت اكتب. حد يعرف اسم مثلا. طب هو موجودين. عادي. هاي انا ما عنديش مشكله، كل ما موجود عندك. انت عادي حط هنا مصطفى وقول له اذا كان مصطفى اقصد اي دي. هو بيقول لك اعمل هذه ناحيه عدد اسماء الاعمده. فلو قلت له اوكي انت حط الكولوم مصطفى، وروح قول له في الكنترولر اذا كان الكولوم يساوي سوى مصطفى بقصد اي دي او بقصد برايس وهكذا. لكن ما في عندنا مشكله في الموضوع هذا. اوكي الان هل جيت؟ ارجع. انا بدي بالاي دي كونت هاي بالشكل هذا. ولكن الهندسه الان خلينا نحكي عن كلمه. تعال مثلا ها لو حطينا اي بي سي. اها يلا عاد هيك انت. لا عاد انا بدي اقول له ممنوع يكتب اي شيء الا الكولوم اللي عندي فقط. فطلع الان ناخذ ليفل حمايه ثاني غير حكي عنه الهندسه. بقول له اول شيء تعال ناخذ الشيء التقليدي عشان نكمل شرح، لانه بدي اشرح بالتفصيل الان. لما اشتغل بهذا الشكل اجى هنا وراح قال له جملة تشيك طلع. الان هي الديفولت، هي الكولوم وهي التايب. ولكن عملت له جملة كونديشن، قلت له اذا الريكوست اللي وصلني يحتوي على حقل اسمه كولوم، يبقى هو قرر يغير الترتيب. فاقول له الكولوم الجديد يساوي ريكوست كولوم، كانها اخذت قيمه من فورم بطريقه تقليديه، والتايب يساوي ريكوست تايب بهذا الشكل. طيب ما بعد ذلك قلت له التالي، هات اسم العمود جوا فانكشن اوردر باي، هات الترتيب المتغير التالي، وعملت له بجنت. الان عندي مشكله، لو كتب اسم كولوم مش موجود هيقول لك ايرور، هيقول لك مش لاقي الكولوم اللي اسمه اي بي سي. فانا الان بحكي له التالي جوا، اذا لقى كولوم بقول له اف ان اري، ان اري الريكوست كولوم هذا كول، لو كتبته تحت اف ان اري
الاري اللي عندي من A to Z. اي دي نيم وبرايس وكرييتد ات. اوبس عشان الناس هذول اللي بره كريت ات. هل جيت؟ اذا كان قيمه الكولوم من ضمن هدول يكمل. طيب لو كان مش من ضمن هدول، يعني لو كان واحد تقول شيء ثاني اعتبر هي الاي دي، يعني اعتبر قول له خلص انه الكولوم هي الاي دي. بدي اغير الكولوم لاي دي. طب كيف بدي اقول الان هنا اذا كان مش من هدول؟ خلص علامة تعجب. لو ما كانش ايش هذه معناته؟ لقيت هو الان لو كتب اي بي سي، فهل الاي بي سي ضمن هدول؟ لا، فهذا حتعطيني فولز. هاي حتعكس الشرط، حتخليها ترو، هيخلي الكل يساوي اي دي. الان لو كتب اي بي سي فانا خلاص اعتبرتها اي دي. واذا بدك انت تاخذ كلام يكون غير شكل رجعه على الصفحه وقول له انت غلطان. قال لك المهم انه انت تهندل، ما طلعش خطا، ما يطلعش خطا. كيف ما كان يعني الان صار ايش ما يكتب فيش عندي ايرور. طب لو حطيت برايس بالضبط برايس حيصير ايرور. ليش؟ من برايس هسه موجود. هاي لا هاي فيش عنده اشكال. طيب اوكي الان هذا هيك عملنا الباك اند. ارجع للفرونت اند. في الفرونت اند يا استاذي مشكلتي كانت الاخيره في موضوع اللي هو كيف يخلي المستخدم يستوعب هو ايش اختار. هلقيت مصطلح هيلبر ميثود هو مصطلح معطى من لارافيل على دوال هو معطيك اياها. احد الدوال داله ريكويست. داله ريكويست هي داله معطاه من لارافيل بامكانك تستخدمها في اي مكان بدك اياه. هي نسخة طبق الأصل على المتغير هذا. فأنا قلت له من دالة ريكويست هات الحق الكولوم افحص هل هو يساوي اي دي. إذا إذا سيلكتد اي دي. هل هو يساوي نيم؟ سيلكتد النيم. فالآن رحت قلت والله هي كولوم يساوي برايس، فمفروض هو مختار برايس. هيجي هنا هقول والله والله ممتاز هيها. يبقى الكولوم اللي عندي يساوي برايس، فحتلاقيه عامل سيلكتد عند برايس فقط. ولو كمان بدك تتاكد ممكن اطبع لك اياها برا. هي برايس. طيب الان هات نيم ويطبع لي نيم، يبقى لازم سيلكتد عند النيم فقط. ينفع بالاولد؟ الاولد فقط عند الايرور، مش عندي ايرور بس للايرور. فبهذا الشكل يا استاذي هي موضوع السلكتد سواء عند هذه او التالي. الايرور الان التالي. الايرور منطقي مش انه شيء عادي يعني. ها تعال لو اليوم انا مختار برايس ومختار سورت. جميل جميل جدا. المشكله عندي لو قلت له روح على الصفحه الثانيه وضلش الفلتر. بالضبط. طلع. طيب تعال نقول المشكلة اللي حليناها قبل، المشكلة اللي حليناها قبل هذه كانت هذه بتاعت الصفحات. لا هل قد كمان مرة هو مختار الصفحة الثانية، هو مختار الصفحة الثانية وبده يرتب على الاسم مثلا بالشكل هذا، فالمنطقي يضل في الصفحة الثانية. فعلا خلينا في الصفحة الثانية. هذا الترتيب من عند السورت. الآن نعمل العكس. العكس لو هو يا أستاذ مرتب بالبرايس، هاي احنا قلنا الاسعار من 10 ل 100 يعني السورت اشتغل. لو بده يروح يشوف الصفحة الثانية حتلاقي مين معه؟ بعمل فور على كل 10 وبطبع.
نعم اللي هو ايش الديفولت. ايوه طلع هلقيته. شوفوا الشكل هذا. طيب لو قدرت اعمل التالي، هي مش انا لما كنت عامل برايس وعامله ديسندنج وعامل سورت كان موجود عندي الرابط، قول بدون هادي ها لا عندنا هيك. الان لما كان الرابط هيك هيك وبدي اروح على الصفحه الثانيه، ها ايوه بدي امرر رقم الصفحه. يعني الان بدي اقول له عند الباجينيشن اللي تحت لو كان في شيء علاقه بالسورت يضيف لي اياه. نعيد ثاني، يعني لو الان الزلمه مغير السورت الافتراضي يعني ضغط على انه بدي يرتب، اذا كان شيء في الرابط فوق تعال الان شوف شكل الرابط كيف. نقول لا يا عم، نقول له بالاضافه لبيش اربعه هات هو ايش عامل صوت. فالان هيك بتكون عندي الامور على الاخر، ما ضلش ولا اي شيء بعد. طب كيف نعملها؟ لرب قالت لك من عندي عامل لك داله اسمها ابندز. ابند يعني تاخذ اري يقول مثلا هاي ام او اتش 20، كاني قلت له ضيف على لينكات الباجينيشن متغير اسمه ام او اتش وقيمته 20. فريلود الان مفروض كوبي لينك ادرس، بس انا ما بدي اضيف ام او اتش، انا بدي اضيف اللي انكتب في الرابط اللي سمع عن بي اتش بي بيور، اللي يعني عدى من جنبيها عارف انه في البي اتش بي بيور متغير اسمه جيت مصفوفه. خلص بس هاي الحل، خلص بس هيك. جيت هي مصفوفه بتجيب لك كل البيانات المرسله في الرابط، فانا بقول والله اذا كان في بيانات ضيفها، طب لو فاضي مش هيعمل ولا اي حاجه، بس هاي الحل. نعيد تاني، مصفوفه جيت بتجيب لك كيو فاليو، يعني انت طلع انت عندك التالي هدول المرسلين في الرابط، فالمصفوفة تبعت جيت بتعمل التالي، بتعمل الكي اسم هاد وبتروح تقول له الفاليو هذه القيمة، بتروح بتقول له هنا فاصلة هاي الكي الثاني بالضبط تلقائيا هاي. طب انا بدي اياه ليه؟ ما انا مش هكتبهم كلهم، هو لحاله يعملهم. بالظبط، هو بس اتبزل ان انا اكتبهم كلهم بالظبط بهذا الشكل. بقول له خلاص هادي طلع هنا الان ريلود مكتوب فوق برايس وتايم. طب تعال الان هات كوبي لينك ادرس تلقائي ولا اي مجهود مني. طيب لو ما فيش اشي ها هاي لسه فيش ولا اي حاجه ولا اي اندهاش، تعال لو ما فيش ولا اشي فوق قال لك الاريه جت حتكون فاضيه، فايش اخذ؟ بس بده يروح على الصفحه، بس اسم الصفحه. فالان هاي يا استاذ الحل اللي بدي اياه في الموضوع هذا عموما. طلع يلا هات رتب على الكرييتد ات، هاي على التاريخ، هاي رتب على البرايس، هاي طلع البرايس، رتب على النيم هتلاقي لو قلت له ascending هتلاقي حروف الايه في الاول كله شغال. الان روح المفروض هاي حرف الاي على الصفحه الثانيه، لسه اي فيش حرف بي لكن في سي، لكن لسه ملتزم انه انت عامل طلع فوق تو انت تنتبه انه قال لك اول ما ضغطت حولها اي دي وقال لك ايش السندنج افترض لك الان. خلص هات برايس صحيح وين هدول؟ ما احنا رتبنا وين كنا برايس؟ رتبنا عفوا تو نيم، انا كنت بختار نيم بالضبط. لقيت هاي طلع هاي رتب هاي مرتب برايس، طلع بس ركز على البرايس، بس سيبك انا رتب برايس هيك 88
لازم يكون اقل. ها الشكل هذا لانه مرتب برايس. لو مرتب اي دي، مرتب اي دي وديسندنج، هاي طلع 80، حتلاقي بعديها من عند 70 وانزل. فتوتالي اللي امامك هاد شغال مليار في المية، مليار في المية يا استاذي. افتح بس على الكود شوي. هاي الكود بس اللي عملته. يعني بس قلت له اطبع البيانات ثاني في يو ار ال. صح ايوه بالضبط. بس قلت له هات جيت اري، اذا فيه في الرابط بيانات تجيب لك اياهم، فش شيء فاضيه. فانا قلت له ابند المصفوفه. طب كيف بعرف اي صفحه يعني؟ ما انا موجود في هيو. اكتب فوق في الرابط بيج 4 صح اللي انا موجود فيها حاليا. شباب طيب الان لسه عشان موضوع جيت مهم. الان هل جيت الستيتس هاي الستيتس بدي اجي اقول له على اللوكال هوست هاي كورسز. الان هاي الستيتس بتعمل لي كم واحد فيهم، واحد هيك مثلا سيرفر هي كانت لجنة. نعم حالة الكورس متاح، خلص انتهى التسجيل فيه. المهم كفكرة بيكون صفر وواحد. فالان هل قد بدي ارجع اقول له بالاي دي ascending روح لي على الصفحة الاولى. الان هاي بالشكل هذا هكذا بدي اقول له التالي، بدي اقول له العنصر اللي رقمه هذا يكتب لي جنبي كلمة open، هذا يكتب لي جنبه كلمة closed انه خلص انتهى. فالان نقول له بالضبط جملة اف هنا، بس بدي استخدم اشي اسمه شورت هاند اف. شورت هاند اف كتبناها صحيح. صفر الان بدون ما اقول له صفر واحد، قلنا الصفر ترو والواحد نقول له تعال. اذا كان واحد يا استاذي لسه اوبن فده اقول له سبان اوبن إلس تقول له كلوزد انتهى لهدف معين. طلع معي الان هل جيت في بوتستراب كلاس اسمه بادج زي بطاقه بادج داش سكسس حيكون لونه اخضر، وهذه الان بالضبط دينجر. الان طلع معايا ريلود هو اجى التاكس حد ذاته. الان حطه كمان جوا كوتيشن. ايوه مش عارف ايش سامل انا سترينج بس اشتغل. طلع الان طلع كيف انه اشتغل هي اللي كان واحد جاب لك اوبن وجاب لك الان عرفها برا من طبيعي. طلع هل جيت باي ديفولت، باي ديفولت معلومه لك انت، في عندنا في البي اتش بي داله اسمها اتش تي ام ال سبيشال تشارز. الداله هذه اذا بتعطيها سترينج ان شاء الله يكون جواته تاج تطبع سترينج، يعني سترينج تاجات تطبع سترينج زي اللي صار هنا. طيب احمد ايش عرفك؟ الداله هذه بتقبل بس سترينج. اذا بدك اظهر لك يا حط اري مثلا بس يكون حتى ان شاء الله اري فاضي. اعمل ريلود قال لك اتش تي ام ال سبيشال تشارز لازم تقبل سترينج انت معطيها اري. طيب الان يا استاذ طلع علينا الدال. ايوه الداله هذه بتلغي الاتش تي ام ال ده وتحوله سترينج. وهنا عاد بدك تهتم ان انت تطبع اللي تحكيه الان في اماكن محدده مش دائما. لو بدك تطبع اشي على انه اتش تي ام ال بدل الطباعه هذه بحط علامتين تعجب بس. ها
هي الطباعة اللي عندي، فيش غير هيك. الأقواس العادية الأم كلها تستخدمهم، إنه أطبع بطريقة آمنة بتحول، لأنه بقول لك أشتغلت ممكن يضرني، لكن أنا اللي كاتب وأنا عارف قاعد بكتب، فمرات مرات قليلة بقول له أطبع بدون اسكيب، فالآن حيودي هذا على المتصفح على إنه HTML مش سترينج، اعمل سيف اعمل ريلود. يعني HTML سويتشر كاركتر بالضبط، كأني كاتب الكلمة، كأني كاتب كلمة بادج غلط. بادج هي، لا ولا هي، انا كمان كنت مطلوب من السكيورتي تبع الموقع. لا لا انت قلت ايه، بس لكن انت في بعض شغلات الموضوع هذا لا اعرف ليه عن موضوع السكيورتي. لا 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 ابدا. ليش مش لدن؟ انا شغال ها تعال، هاي بي جي طلع من راسي، وهاي بي جي لانه بي جي كلاس للباك جراوند. طبعا ها 01 مالهاش معنى، هيك تشتغل احنا هاي اوبن كلوزد وهكذا زي هيك الجند بالضبط. الان لسه ها لسه الان بدنا نعمل التالي. هل جيت كرييتد ات وابديتد ات، هذول التو كلهم جايين بالضبط زي ما في الداتابيز، احنا بنرتبهم شويه. هل جيت اللي بيعرف في عنا شيء اسمه ديت فورمات، طريقة ترتيب ظهور التاريخ. بدل ما هو هيك بالشكل العام، هي الأمريكان كيف بكتب التاريخ؟ الشهر تاريخ اليوم بعدين السنة. بالضبط، أيوه اكتبوا هيك بالشكل هذا. الشهر اليوم بعدين السنة. طيب. هذا التاريخ الرسمي، هيك هيك طلعت يعني اغلب المؤسسات الرسميه بتعتمد معاهم التاريخ زي شكل. هو امريكا مش بريطانيا، امريكا بتكتب زي هيك. الان في عندنا احنا يا استاذ شيء اسمه بي اتش بي ديت فورمات. هات الصفحه هذه، هتلاقي في عندك جدول هنا اول صفحه. هذا الجدول يدل على ارقام او حروف عفوا ان استخدمتها، بيعمل لك الشكل التاريخ طريقه ثانيه. طب كيف؟ بقول في عندنا اسمها فورمات. فورمات بدي اليوم، عفوا بدي المانث، اليوم فاصلة السنه، ام مانث دي دي واي يير. فالان ريلود، ترى كل الشكل بيخزي مش هيك، هما بكتبوا الشهر باسمه. فلو حطيت ام كابيتال جيب لك اسم الشهر. والان ها عشان نفس اليوم، الان هذا بكتب الشيء 23، بكتب السنه كامله واي كابيتال. ولو بدك اسم الشهر كاملا اف كابيتال فل شكلها. فحد ما حد هو اللي قبل بيستخدموه اللي هو هذا. الان تعال هنا بس اغير واحد، كله شغال 100% مفيش مشاكل. هاي 16، هذا هو طريقة هجيتها لمعلوماتك انت، عشان اذا سألت في مقابلة لقدام تكون عارف الاجابة. لارافيل معتمدة على مكتبة اسمها كاربون. مكتبة كاربون هي مكتبة لترتيب شكل التواريخ اللي امام حضراتكم، هذه مكتبة منفصلة اسمها كاربون. يعني لو انت اجيت هنا كتبت بي اتش بي كاربون هتلاقي فورمات ديت للتواريخ بي اتش بي بيور يا استاذي. هي بي اتش بي اسمها كاربون. الان من ضمن الروعة اللي معطيني اياها هذه الفورمات بعملها بي اتش بي بيور، لكن اللي صعب اعمله اللي هو الان ديف فور هيومنز. ديف فور هيومنز بتاعت منذ، بتلاقيها في البوستات الكومنتات، منذ يوم مضى، منذ ساعة، منذ دقيقة وهكذا. هيا فالان هيا استاذي لو قلت له مثلا واحد هنا، تعال غير الابديتد ات
خليه مثلا تاريخ شوية قديم. هذه مكتبة مش بيور. أكد. كيف يعني؟ اختصار لو هادي واحد اسبوع ما هيك اسبوع مضى نفس جميلة هلا ما هي كريتها بتغيرش المكتبة لو دعس اثنين بوتون مثلا كلوز اوبن لو دعس على اوبن مثلا يقلب من كلوز اوكي حاضر يلا ماشي هل جيت حاضر ما انا منتبه ما انا منتبه معاكم اكتر في بقول لك شغله بقول لك شغله مرات بشرح اشي انا بشرح وبحكي كي مركز مع حدا تاني لانه انا عارف اللي بحكيه انا يعني انا عارف اللي بحكيه فانا بالنسبه لي قاعد ممكن اضل مركز معاك شوف تحكي وانا واكمل وعادي يا معلم ما تقلقش اوكي الان هل جيت نعيد هذه تاني ايه تاني لانه اوكي هل جيت الستيتس انا عاملها 0 و1 انا لها معنى 0 و1 مش واضحه للمستخدم لكن لو قلت له الان يا استاذي واحد معناته لسه متاح التسجيل صفر يعني خلص التسجيل في هذا المساق وانتهى فقلت له التالي اذا قلت له جمله شورت هاند اف افحص الستيتس هذه اما صفر او واحد قلنا واحد ترو صفر فولس فلو كانت واحد حيجي هنا ما دون ذلك حيجي في المكان هذا قلت له لو كانت واحد اكتب كلمه اوبن لو كان غيرك اكتب كلمه كلوزد ولكن مشكلتي مع الطباعة لو طبعته بالطريقة التقليدية بيستوعب ان هذا تكست بيطبع على انه تكست عشان اقول له هذا HTML تاج حولتها على علامتين تعجب بس هي الطريقتين الموجودين في لارافيل فيش غيرهم هذه الطريقة الأساسية للطباعة وهذه الطريقة الخاصة بوجود HTML تاج خلاص فيش غير التنتين هذول ها إيه؟ كلش على أبل لا ايوه 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 تيبيكال ها الان هل قد تعال شوف معي هل قد الان بدي اجي اعمل التالي بدي اقول له هنا قبل كلوز واوبن لسه حاضر في الايديت اللي عملها الان هل قد هذا وهذا الازرار منظرهم مش لطيف فبدي اجي الان اقول له التالي هنا كلاس btn sm btn داش برايمري او عملها ايقونه سله نعملها الان برايمري والان هذا هيك نفس الاشي دينجر الان انا ما بفضل الكلمه بفضل الايقونات فالايقونات يا استاذي عندك مكتبه فونت اوسم مكتبة فونت اوسم هي المكتبة البابا لموضوع الايقونات كل الايقونات اللي امام حضراتكم هذه عبارة عن خط مرسومة رسم مش صورة ايقونات اللي جايبكم هذه عبارة عن خط بلونها بكبر حجمها بغير بعمل روتيت فيش هخليها الجد وخليها الجد تخربش فانا كده استخدمه بقول له هات لي الفونت اوسم سي دي ان فونت اوسم سي دي ان سنة عشان نجيب بس رابط مباشر زي بوتستراب هاي المكتبة أول رابط تعال تفضل هنا المنطقة هذه الآن هاي بس لعند ريل وأتشرف مكتبة فونت أوسم استخدامها كالتالي يفضل أي تاج إنلاين أي تاج نوع إنلاين ما عنديش مشكلة ولكن هم بفضلوا تاج الآي من كلمة آيكون يعني سبان بولد سترونج أي تاج هاي اي كلاس ايقونات فونت اوسم بكلاسين اثنين اف اي اس اف اي ار اف اي بي ثم ايقونه الثانيه ايش قصدك قصدي طلعت معي اول شيء عباره عن ثلاث انواع الايقونات ثلاث انواع اول نوع سوليد ثاني نوع ريجولر براند شركات سوليد هي الايقونه معبئه
اللي فيها نوع بشكل كامل. ريجولر ايقونه مفرغه زي ايقونه الراس قالب، يا لون كامل يا بس الاطار. براند الشركات فيسبوك تويتر امازون اكسبريس. ها الان يبقى استاذ عشان تستخدم اي ايقونه تحط النوع اف اي اس فونت او سام سوليد، ثم الكلاس الثاني الايقونه اللي بدك اياها اف اي داش اسم الايقونه. فده اقول له مثلا هاي هارت هارت، واقول له الثاني تعال هاي هنا اف اي داش هارت. فبالشكل هذا اعمل ريلود هتلاقي فيه قلب منور الدنيا هيون بالشكل هذا. هذا زي يو ار ها ابشر تكست عادي ايش ما بدك يا معلم؟ لا يا خط. ففونت اوسم هي المكتبة الأكبر على الإطلاق في مجال الأيقونات، بنستخدمها جدا. هي اف اي اس سوليد أيقونات لون كامل، اف اي ار أيقونات خط إطار بس، اف اي بي أيقونات شركات، في اف اي ال لايت واف اي تي مدفوعين، هدول مجانين. المكتبة هذه فيها 20,000 أيقونة. النسخة المكتبة الكاملة، المكتبة المجانية فيها 1700 غالبا بتكشفهم كلهم، بس كلهم مجانيين. على اللي استخدمتهم في 10 سنين برمجة يمكن حافظ 20 او 30 ايقونة بس، شو بدي فيهم؟ طب لو بالضبط، طب انا بدي اياه هي هنا اقول هي المكتبة بوت ستراب فيه صح هي طلع هي فونت اوسم اكتب فوق كلمة ايكونز. الان تعال هنا بقول لك اكتب لي اي ايقونه، اي ايقونه بدك اياها. مثلا هاي تقول له ايش هو تراش تراش، فحيجيب لك التالي. طبعا طالما لازم تعرف ان المدفوعين احلى اكيد يعني. فانت عشان ما تنصدمش اختار فري فوق. طب احنا نتوقع كلاسات لا لا فيش. طلع هل جيت هاي هاي اسم الأيقونة اللي بيكون الاف اي داش. طيب لو انت عندك الكسل مليون اضغط ضغط الان معطيك الكود اصلا كوبي نسخ لك اياه ولا تغلب حالك. هتلاحظ التالي انه المكتبة بتكتبها زي هيك، هذه نفس هذه، يعني هدول التنتين هاي يقابلها اف اي سوليد بالضبط، وهذه اف اي ريجولر وهذه اف اي براند. فالان بهذا الشكل ممكن استخدم ايقونات السوشيال ميديا كلهم. هاي مثلا هنا اقول له كلاس اف اي بي اف اي داش فيسبوك، فحيجيب لك ايقونه فيسبوك بهذا الشكل. بدك ايقونه رسميه فبتقول له سكوير. بدك حرف الاف لحاله وبتقول له داش اف. بدك تويتر يا استاذ هي تويتر. لا مش حيجيب الاكس لسه عشان تكونوا بالصوره، الاكس لسه مش رسمي زي ما طلع قبل هيك ايقونه الكلب. اذا شفت اول ما هذا حط الكلب تبعه شفتوه لما عمله اصفر الموقع وكان منظره بخزي دغري. للان شكله شكله ضل شكله حيصير اكس، شكله خلص لانه طول على مقصه الاكس. ايلون ماسك كيف بتلاقي؟ نعم الدومين صار اكس، اكتب اكس دوت كوم يا زلمه بالضبط. كانك على تحكي جد والله صار اكس. اكتب اكس دوت كوم. طب هي تويتر ولا اكتب اكس اكس دوت كوم؟ بودي على تويتر اكس لحالها؟ لا والله لا حول لا 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 شكله والله حيعملها. صار اللون الازرق هيك احلى لا والله اكس حلو الصراحه ظل محلى شعر يا ولد. ولك هذا مش شعار، هذا شو اسمه، هذا خط. طب ماشي يعني بالضبط صدفه مع المصمم، خط بيعمل اكس هيك
يعني خط مش شعار، يعني مش انه رسم، يعني غير نوع الخط، كتب اكس قال لك هي الشعار. في مخ لو حد معاه دومين الاكس مثلا كان عايز يشتري من هو اشتراه من واحد لا اكيد لازم يكون اشتراه من واحد. سلام. بس اها يا زلمه احنا الان لو بدل كلمه ايدي تو ديليت يجيب لي ايقونات، فالان تعال هنا بدل edit و delete هذه تقول هاي أيقونة، هاي class fas fa dash edit، وهذا fa شكل هذا. طيب نعمل السيرش، هل جيت؟ بقول له هنا اعمل لي التالي، بدي اضيف جنب الكلام هذا، جنب الكلام اللي موجود هنا، بقول له تعال اخوي خلي هذه الباراجراف تصير جوا جنب السلكت، تمام اوكي، وهات هذا الكلاس يعني هذا طلب مني اضيف حق للبحث، فبدنا نضيف الان حق هنا. الان اقول له التالي تعال هاي الكلاس هذا وهي الديف تبع الترتيب، تفضلوا الان اوكي قبل بعض، ليش انا لسه فاهم انه لسه مش قد الودس مش صحيح اوكي. الان تقول له التالي، تقول له اعمل لي بداخل هذا العنصر بداخل الفورم، نقول له اعمل لي توزيعه باستخدام بوتستراب. هكذا بوتستراب يا جماعه الخير بوزع كالشكل التالي، بوزع بشيء اسمه كولوم، فبدي اقول له اعمل لي 8 كولوم، 8 كولوم. باي ديفولت بوتستراب بيقسم 16 عمود 12 عمود، فانا بدي اقول له هدول السيرش يكون 8، هدول هيك يكونوا في 3، وزر سيرش يكون لحاله واحد، فاجمعهم بيطلعوا 12. كيف بدي اعملها؟ قال لك تيجي جوا الفورم بتقول له رو كلاس رو، كلاس رو هو الكلاس اللي بيعطيك موضوع الكولوم هذا على مبدا التيبل، صف واعمده، فرو ثم جواته التالي استخدم الاعمده داش كول داش عدد الاعمده 8 مثلا، ثم الثاني بيكون 3 ثم الاخير واحد. فالان بدي اجيب الناس هدول هنا، الان مفروض هذا الثلاثة الثمانية يكتب في اي اشي صغير كثير، المفروض صغير، خلي لا خلص شيل الديسبلي فليكس هذه بشكل حتى الان ليش؟ لانه الديسبلي فليكس كان هي بتعمل الرو كلاس الرو في بوت ستراب بيعمل نفس موضوع الديسبلي فليكس، فانا شلته من عند الفورم خليت توزيع داخلي، غالبا بيجيك جاهز للكلام، ولكن بحكي لك بس لك انت يا استاذ. تعال في الاخر، في الاخر هات هذا البوتون خليه هنا، لقيت انه ممكن يكون 3 قليل، اشوف لا 3 قليل، ممكن اخلي هذه 4 واللي فوق 7. طب لو خليت هذه 8 13 حتلاقي اللي تحت نزل تحت، حتلاقي الاخير نزل تحت. هي الان هات هذه تشوف اوف لسه كمان 4 قليل، 6 لا لا تعب، نقلل اللي جوا هذول، هذول كتير كبار، فده خليها رجعها 3 دفشه كتير، لا مش حلوه، رجعها 3 نقول له قلل لي هادي وهادي. با 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 كيف نقللها يا محمد؟ ويتس سمول، بدي اقول له كلاس
دبليو داش 25 لا مش هيك. طلع ليش؟ طلع لك المعلومه لك لانه كتبت كلاس مرتين فبياخذ الاول بنسى الثاني فناسي انه كاتب كلاس فامسك هذه هيك ايوه مع الكلاس صحيح ما نسخش دبليو داش 25 انا كاني عملت قص كاني عملت السلكت كله جوا الكلاس تعال حج شوف هذا حلو ثم هذا كمان الان اقول له سلكت الثاني دبليو داش 25 برضو دبليو لا كابيتال ما بينفعش بالشكل هذا والان ممكن اقول له خلي الكلمه برضو كلاس دبليو 25 بالشكل هذا ممكن اخلي واحده فيهم هذه تصير 50 بالشكل هذا واحد 25 50 وفي النص 50 صاروا 100% هذا بالشكل اللي بدي اياه واذا بدك انت كمان عشان هذه مثلا ظهر اقل ممكن خلاص اخلي هذا شويه اكبر لا هو مش عاملين هيك لو انه بص حلو بص لاعب عامل اربع كلاسات 25 50 75 100 لا مش بالضبط بس اربع كلاسات صحيح الان هي هذا سبعه بالشكل هذا خلاص هيك ارتب ممكن هي شويه اوضح الان هي هذه بدل كلمه سورت نكتب كلمه سيرش بالشكل هذا الان بدل هذه بدنا نكتب او نعمل انبوت بالشكل هذا نقول يلا اخوي تعال هنا اعمل لك انبوت تكست والنيم هيك شوف عاد في مبدا الاغلب مواقع البرمجه ماشي عليه الا وهو انه بيسمي حقل السيرش يا كيو يا كويري يا اس يا سترينج كيو من كلمه كويري او كويري مباشره اس من كلمه سترينج او سترينج مباشره الحكومه ذات نفسها الاستعلامات تبعهم موقع الاستعلامات اسمه كويري دوت كوم كويري دوت اللي هو اي سيرفيسز دوت كوم بتاع التصاريح والتصاريح وال100 دولار وكل شيء والعمال وكل كل شيء علاقه بالحكومه الموقع الخاص بالاستعلامات اسمه كويري دوت اي سيرفيسز دوت كوم جوجل عامل حقل اسمه كيو هتلاقي نيم في مكان ما هاي نيم هاي هنا تحت الجمبرو وين وين نفس السطر بس على هاي هاي نيم كيو بقول له هاي كيو مثلا ميمة الان بهذا الشكل عملت حقل اسمه كيو موجود الان بس نحط الكلاس عشان ما يكونش منظر بيخزي كلاس فورم كنترول وبليس هولدر سيرش اباوت اني كورس ممكن لازم احط هيك عشان اقول لك انه يعني في كريستا كمان اجتب ممكن اشيل هاي انا مش عاجباني كلمه سورت باي انا اخليها منظرها كثير مقزز صراحه فلا مش حلوه فنرجع نخلي 8 خلي 8 اخوي وهادي روح وانت 3 تكفي وزيادة 3 وانت سير 50 50 هو من غير احسن أي ايوه هيك بالظبط هيك ارتب اوكي الان هاي كل السيرش يعني ما فيش سيرش بعد هاي كل انواع الان شغلوا عاد نعم الخونة جوا هادي يلا لا ابشر ها لا. سهلة جيت حولت سيرش شو مش ها بس عليه بس السيرش ما هو خلص ايوه يصير يعمل الكل هالجيتا يصير يبحث ايوه بالضبط لان نروح على الباك اند نظبط الكلام هذا اف اي داش سيرش
تلاقي الايقونه هذه تجيبها هنا. الان اللي احكيها قلت نتفه شيء خارجي كلاس من عندي اسمه سيرش رابر. انسى الكلام هذا ولكن نتفه فرونت اند نتفه حطه في جوا الاندور. هي بالشكل هذا ممكن اخليها 15 وتوب ماشي براحتك وتوب تنزل ممكن 8 ممكن صح زي كده بالنسبه بتمشي بالضبط. لا بس بالنسبه قدام عينك فقط يعني بنحفظش ما اخر شيء بتمسخه وبتمسخ صحيح بشكل هذا. الان حتى بدها 11 بتسلك خلي لونه بكون لونه فاتح. يلا عشان تاخذ الكود زي ما هو تستخدمه هاي كلر بكون اغمق نتفه صغيره بالشكل هذا. يلا اوكي هلقيت نيجي نشغله. هو مفروض زر السيرش بس للان بيعرف عن هذا وهذا، هذا ما بيعرفش عنه ولا كانك كاتب اي حاجه. بس بتعرف مين اللي شغال زي السكينه في الحلاوه هلقيت يعني لما تكمل الباجينيشن اللي تحت. ليش؟ اكتب انا قلت له ايش ما يها تعال مثلا زي هيك حدور في اعمل سيرش طلع كيو فحتلاقي فوق فعلا اضاف المتغير. تعال لك اياها يعني قصدي هذا القيمه خلاص شغاله زي السكينه في الحلاوه. انا قلت له ايش ما ينكتب في الرابط ضيفه على هذا السيرش. الان عاد يلا نروح على الباك اند ومنه حيفتح. هلقيت عاد في عندي الثاني. اوكي الكولوم هذا موجود ولكن هلقيت اقول له عاد جمله اف ثانيه. اذا كان الريكوست هاز كيو وكمان not empty. ليش عملت التالي؟ افرض عمل sort بس عمل sort بدون ما يبحث. فلما يعمل sort حيلاقي صح في موجود كيو لكن بدوش يبحث. فبقول لا اذا كان موجود كيو ومش فاضي يعمل السيرش هنا. طيب لو كان فاضي استاذ بقول له إلس نفذ هذه الجمله. نعيد ثاني عشان هاي او خلينا نرجع كله زي ما هو زي ما كان هيك مثلا. الان هلقيت انا في عندي مكان للسيرش ومكان لدش يبحث. فهذا الاساسي بدوش يبحث فهاته هنا في الالس. لكن لو بده يبحث هي الكود يا استاذ موضوع السيرش وير اسم الحق النيم ايكوال اسم الحق اللي في الداتابيز خلص الان بس هي السيرش خلص. بس مفروض لسه رح احكي عنه شويه بس فعليا هيك لازم يبحث. الان تعال هنا اخوي هات نعمل كل احتمالات. الان لو بده يعمل بس صورته خلص بس ما كتب شيء ما قرب المتوقع انه ما يجيش على مكان البحث وبس يرتب وخلصنا لانه فات على موضوع السيرش وما لقاش شيء. فبحط ايوه طلع ليش؟ لانه طلع هنا انت قايل له اف ريكوست هاز. طب طلع الشكل الناتج جاي من عندك بالضبط
فموجود في كيو لكن فاضي. بدي اقول لا يا عمي، كمان لما يكون مش فاضي، يعني ما يفوتش هنا الا اذا كان كمان نت امتي، بانه فاضي الان المفروض ما يقربش عليه، ابعت نفس الطلب كمان مره هيشتغل. يا هيك يا ما تكتبش كود، رجاء من الاخر واحده واحده. واوعى تسلم مشروعك من اول مره، اوعى تعمل كود يشتغل معك تسكت، تاكد انه غلط، تاكد تماما انه غلط، فيش كود من اول مره بظبط الاشي اللي انت جاي يظبط. احتمالات تانية لا، هاي وظيفه الكيو اي، وظيفه او مسمى كواليتي اشورنس هو الناس اللي بيجوا بعدينا ليحطوا احتمالات ما خطرتش على بالنا احنا، وقعد يجرب. هاي فكرتهم، هدول وظيفتهم الاساسيه طلع الغلطان. نعيد تاني، الكواليتي اشورنس او سوفت وير تيستينج كل فكرتهم كالتالي، انه انت الان يا استاذي بتسلم المشروع، بالنسبه لك دن. انت لما تكون فرونت اند وانت عامل مثلا قسم بده باك جراوند ايمج وعامل لون ابيض، هتحط اكيد لما تسلمه اللون الصوره اسود، اسود ابيض هيظبط، هو هيحط صوره ابيض هيقول لك مش ظابط، هيقول لك ارجع في عندك مشكله. كمثال انت لما تروح تعمل موقع اي كوميرس، لما تكتب رقم يحط رقمين صحيحين، هو يحط رقمين يطلع لك كسر، يطلع لك 6000 كسر، يقول لك انت لا جرب لي اول ثلاث ارقام. هو حيعمل بالانسبكت يغير الكوانتيتي لصفر، هل بيقبل يتقسم على صفر ولا لا؟ انت مش هتخطر لك، هو هتخطر له المبدا هذا. فهي انت يا استاذ اول مره لما توش الكود المفروض منطق شغال، لكن لا منطقيا كان بده شويه تعديل الان. طيب حقيقة لما يكتب، ها لما الان يكتب مفروض يبحث، يعني الان لو كتب كلمه اي تي، ها اي تي بالشكل هذا وعمل هيك، ترى مفروض يدور على العنصر اللي موجود فيه كلمه اي تي، مع انه في عندي، فانا بدي اقول في عندي بس ليش ما اشتغلش. هاي هاي كلمه اي تي، هو بحث على برايس، لا هو رتب برايس، ايوه بحث عن نيم انا، بس هي هي بحط له علامه المية هذه اللي بالضبط، بحط له علامه اللي في المية بالضبط. البحث هاي كوده والله، بس هاي اكبر كود في الكوكب هو هذا الكود، ولكن هذا الكود اللي امامك بيشتغل بس لو كتبت الكلمه كامله. الكود شغال مليار في المية شغال، انا بقول له بدي، ولكن ايوه انا بدي سواء بدا في النص في الاخر وين ما يكون موجود يجيب الكلام هذا. فالان خطوه رقم واحد، وير يا استاذي اللي بيعرف اس كيو ال او سمع عن اس كيو ال ودكم معاكم، بس الان لما تكتب وير اي دي 5 هات على صف اول، في منها للسيرش شيء ثاني لايك تشبه او مثل حاجه زي كده. فالان قلت عشان اغير بدل ما هي باي ديفولت ايكوال، فبكتب بشكل صريح جوا داله وير ثلاث متغيرات، المتغير الثاني هو العلامه هاي باي ديفولت. نعيد ثاني، لا هو صح لقيت، لا بشكل افتراضي هو هيك، فانا بقول له بدل هذه اكتب كلمه لايك، فصار الان بدل علامه الايكوال هيصير لايك، بس لايك لحالها تشبه الايكوال تماما. يعني لو عملت ريلود يا استاذ هنا، هاي اي تي برضه ولا الهوا ولا الدنيا كلها. طب ايش يا استاذ؟ بقول لك عشان يشتغل لازم برضه لايك تكتب الكلمه كلها. طب ما نسيتش شيء، قال لك لا عاد. اللي فرق بين الايكوال واللايك انه اللايك بتقبل الشكل التالي، وير نيم لايك بيرسنتج. هذه معناها، طبعا تكون كلمه واحده زي هيك، هذه معناها
لو كان إشي في الأول ما عنديش مشكلة إن شاء الله، لو حرف أولها إشي، يعني لو كانت الكلمة في قبلها حاجة أو بدأ فيها، أو في قبل إشي أو بادي فيها، وهذه لو انتهى فيها أو كان بعدها كمان حروف. بمعنى الروم، طب لو عملنا هيك بياخد آخر إشي إيه؟ أيوة، لازم ينتهي بإي تي بالضبط. أي إشي قبل لازم ينتهي بإي تي. ها لو عملنا هذه يبدأ لازم يبدأ بإي تي. أي إشي في النص، في الأول، في الآخر، والله هي السيرش تبش ولا شيء غير هيك. بس بقول له الآن أستاذي تعال هنا ادمج علامة البرسنتج هاي، ادمج علامة البرسنتج هاي، وكان الله بالسر عليم. هاي كل أي سيرش في الكوكب تعال اكتب اي تي. التو كان موجود معايا، جاب لك طلع في الآخر، في الأول، في الأول، في الآخر، اي تي في النص. طيب هذا جي اس عم بعمل لك يا حاضر قبل ما يروح على الكلاين. نعم زي الورقه ما تبعث بتيجي علامه. بقول بكون اجاكس بقول لك هنا، وانت بتكتب بجيب لك انه هالكلام هذا اكتب لكم، اكتب لكم اجاكس بتقلب. حنكتب جي اس الان لازم يوصل للسيرفر بعدين ياخذ. ايوه بالضبط بالضبط. الان شباب هاي هذه الكلمه اللي بحث عنها، هاي قلت له ادمج معاها علامة البرسنتج هاي في الأول. ها دمج. طيب بالضبط. الآن طيب هل جيت؟ هل جيت؟ يعني لايك وإيكوال نفس الشيء؟ لا، لايك وإيكوال لحاله نفس الشيء، لكن لايك مع برسنتج هي بتشتغل، إيكوال في فيها برسنتج. الآن شيل هذه، معناته لازم ينتبه الكلمة هاي، فكل اللي أنا بدو بكلمة إي تي حيروحوا الآن. اكتب إي تي. هاي لما شلت العلامة هذه ليش العكس؟ جبت المثال. أنا قلت لك هاي خليتها هيك. أي إشي هيك معناته أي إشي قبل وينتهي بي تي. هذه معناها اللي أنت بتحكي فيه. هيك يبدأ فيها وأي إشي بعديها. تعال نعملها الآن. هاي هنا تعال اكتب اي تي، حتلاقي بس اللي في الاول عشان تجيب في النص لازم تكتب هاي. تعال هنا ما فهمت صحيح. بس طبعا اللي هو بداية ووسط ونهاية هو هذا خلص هيك بالضبط. هذا انا بجيب كل شيء بالضبط. ايوه هاي هنا، هاي اي تي، هاي في الاول، في الاخر، كمان في واحدة في النص. هاي الان اخر شيء متبقي وبعديها ما بديش منكم قصة الجاس حكتبها هذه كمان، ولكن الشيء الاخير المتبقي عندي تفضل قول انت. صحيح مثلا يقول لك انه بس بدي جاي يحدد مثلا هعملها هزهقكم جافا سكريبت جي اس هذه هخليه هو يكتب يبحث. ايوه هو يكتب الان. وعملنا كمان حاجتين، هل بدك يظهر قائمه منسدله ولا يغير على التيبل؟ يعني بدك هو يبحث قائمه منسدله ولا يغير الناتج على طول؟ السيرش هعمله بطريقتين، هعمله باجاكس جي اس، جي اس هعمله اما بينزل قائمة منسدلة زي جوجل او يغير على التيبل على طول. ايش بدكم انا بالامر ما عنديش مشكلة. الان ولكن لا هذا هذا انا بنفسي انا هو اللي بكتبه في الباك. انت بدك مثلا اخر واحد مثلا عندك اول سطر مكتوب اولدر بيجي لك يعني هاي بدل طلع طلع. شوف مش هو بجيب نفس الصفحات طلع.
شوف الان في جي اس هو برضه، لكن شباب طلع الان بدل كلمه باجينيت في شيء اسمه سيمبل باجينيت. سيمبل باجينيت تعمل لك هذا اكيد، بس قصدي هذه بدي استخدمها لو كان صفحتين ثلاثه. احنا ما بنكتبش اسكوال خالص غالبا، لا غالبا لا، كله زي غالبا لا، لكن مرات لكن غالبا لا، صحيح كلامك. فاسمها سيمبل باجينيت هذه، رجع هاي تنتين مع بعض، لا الا يكون واحده هي. كيف بدي ادرج لك اياهم هيهم؟ شايف؟ هي بالسهم هذا. الان هل قد اخر شيء متبقى عندي انه اكتب الكلام اللي كتبه المستخدم، فزي ما عملت في موضوع السلكتد هنا بحكي له التالي، بحكي له هذا الانبوت هيو فاليو ريكوست كيو هيو. طب افرض كان فاضي فيش ولا اشي، حقول لك اول مرة لما يكون نل نل بتنطبعش ف نل، لكن لما كتب هيو اي تي الان يعمل كده، قال لك هاي كتب اي تي يا استاذ وهاي الموجود، تعال في جوجل اكتب الان مثلا هنا هاي كلمة بي اتش بي، هتلاقي كاتب لك هاي الكلام هاي الموجود. صح، بس بغير الحق. طيب اوكي، اعمل لك حقل السيرش يبحث، ها طلع نفسه لو كتب مثلا، هو شيء مش منطقي، ولكن لو مثلا كتب 100 يبحث البرايس تبعهم 100. فبقول له التالي، في عندي شيء اسمه طلع اسهل لك وارتب في الشغل، لما تحس الجمل كترت خلي كل جمله في سطر. فبقول له نفس هاي، ولكن ببدا بكلمه اور وير اور وير، خلصت. لو خليتها وير لحال هيفحص التنين مع بعض ما بتصيرش، لكن لما اقول له اي اور، يا هادي يا هادي، يا بحس يا بالاسم يا بالبرايس. بدك تعملها جمله اسكوال، ليش بتسوي برضه نفس الشيء؟ والاور ما في عندك اس كيو ال، بعرف بقى جازها لقيت هنا بدك تكتب في الكود اس كيو ال كيف بكتب دي بي، في كلاس اسمه دي بي سيلكت وير النيم لايك ادمج لي هادي هاي، هو بيسالني بيقول لي كيف انا استخدم اس كيو هاي، بقول لك كيف اصلها، بقول له هنا كمان بعد هادي بقول له اور وير، صح هيك؟ اور وير برايس ايكوال او لايك زيها برضو، ها بقول له وهي هذيك هاي. لو انا شغل باستخدام الاس كيو ال، استخدام الاس كيو ال، واذا انت كمان بدك تعمل حاجه افضل من هذه، ففي بيعملوا التالي هاي وهادي بيشيلوها وحطوا هنا علامة استفهام. وبيعطيه الآن الأول ريكوست كيو والثاني ريكوست كيو. هذا اس كيو ال، هذا اس كيو ال، خليني اشرح لك الكلام هذا.
هذا بسموها prepare statement SQL، مش إن هذا الكلام غير بتاعك. معناته هاي لا هاي الجملة. مين بتذكر لغة السي؟ البرنت اف. مش كان يقول لك تحط بليس هولدر بدالها وتقول له بعديها ايش يطبع؟ مش تقول له برسنتج دي وبرسنتج اف هذه معناته في متغير في الاول، في المتغير الثاني، في الترتيب. هذا المكان الاول وهذا المكان الثاني. نفس الفورمات. ايوه تيبيكال. ايوه تيبيكال نفس الفورمات. فالان هاي لو قلت له ريزلت هات الكلام هاد دي دي للريزلت بالشكل هاد، مفروض الان اطبع اي تي او ابحث على كلمة اي تي. يو هاف ان ايرور عند كلمة اوكي هات اشوفها. ها لارافيل شوفها موجودة اصلا. يلا اخوي هاي داتابيز اول واحده لسه جيتنج ستارتد. هتلاقي الان كيف لو انت بدك تكتب العمليات هاي هتبحث على حاجه اسمها دي بي نقطتين سيلكت. عشان كتبتها صح مش معتبر دي دي بي لا فيش مفروض دي بي سيلكت ولا ملهاش دعوه دي بي سيلكت. طيب هات هذه الان ملهاش دعوه. لا دي بي سيلكت هذا تكون جوا علامه تنصيص سترينج هاي جوا علامة تنصيص. خلاص مفروض هاي جوا علامة تنصيص هاي واحد لازم عشان عشان بس هاي عشان اقول لك انه ايش كيف تشتغل. يعني اقول لك اللي انا بكتب لك اياه هاي نتيجته سيلكت اول. طب ايش اسوي انا كيف 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 بدي اعمل التالي؟ لو اخذت هذه هيك اخذت الجمله هيها لان تقول له كوبي وجد الربع هنا اس كيو ال حط اخر شيء فاصلة كلمة وير غلط. لا جلس. لا طيب. اوكي حط اخر شيء فاصلة مندوب. طيب هات هادي لا برضه شوف ايش الايرور بس حط عليها بدي اعمل الصح لقيتها بس اور وير لزقها في بعض مثلا. لا وير صح كلام الهندسه انه هي الشرط وهي الاوبريتور اللي بينهم. عاش عاش شيل هادي. طيب الان شوف هادي هشوف هيعملها بليس هولدر ولا هيحلق لي. المفروض الان انفاليد باراميتر نمبر انفاليد باراميتر نمبر اور برايس ارفع الكوتيشن. طب لو اخذتها زي ما هي هيك المفروض اشتغلت توي. انا ما اكتبهاش اصلا بس اتس اوكي جربها اشوف شغالة. طب بس لكن هات هادي برايس لو قلت له مثلا زي هيك هو اكيد مش حي اكيد حي اذا اشتغل اصلا انفاليد. طب ليش شو بطبع اي تي اي وين؟ ما هو مرتين هي اخذ ال هي هو اكيد فيش في البرايس اي تي هو المفروض ما يجيش شيء البرايس بده يشبه المفروض ما جاش. طب لو بدي اقول له برايس يكون لا 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 استنى شويه هاي هو بالضبط ما بنستخدموش احنا اصلا بس خلينا شويه
في شيء invalid. اوكي عشان رقم، بس رقم لازم اسيبه هيك؟ لا يعني فعش هذه select select or ليش في مشكلتي في هاي، يعني لو شلت هذا مثلا اور برايس، لا اشوف هاي في الدايت. سمعت invalid parameter number. لا سمعت مركز معك اسمع 10 دقائق. لا استنى شوي، بقول لك invalid parameter number. هاي بعدين اشوف هذه، خلاص استنفدت ايش فيها، استنفدت كل جهودي فيها. طيب اوكي هات هذه، ارجع الان هيك بالشكل هذا. طيب هاي الان استاذي العزيز اللي عندك هذا مفروض شغال 100%. هل لقيت قبل الاضافه؟ قبل الاضافه عشان الموضوع هذا انا بدي ناخذه بالتفصيل. الحذف، الحذف يا استاذي هو اول بس بدي ابدا فيه لانه هو اخف في المجهود، ولكن في فكره بدك تركز معايا مليار فيها في الحذف. الحذف هو والتعديل، لقيتها انواع الروابط. هعمل الشيء هذا، لا بس انواع الروابط جيت بوست بوت باد شو ديليت. طيب في ال HTML، في ال HTML ايش انواع الروابط اللي معروفه؟ ال HTML عموما في الفورم بس جيت تو بوست، ولا في غيرهم اشي ولا بعرفك؟ طيب الان لو بدي اجي اعمل التالي، ورجاء رجاء رجاء ركزوا معي لانه هذا اهم شيء بدي احكي فيه يمكن لليوم، هكمل فيه كثير كمان. تعال عند حقل الديليت هاد الرابط، هيو ده اقول له route courses dot destroy. لو قلنا الروابط سبعة destroy واحد منهم، بس لو عملت هيك سيف حيعطيك ايرور، هيقول لك destroy كان بده اي دي. اذا انت نسيت انا بذكرك، لما عملنا الروابط كان بده delete ومين بده يحذف، فقال لك انت كيف مستدعين الرابط بدون ما تقول مين بده يحذف. اقول له انا اسف حقك على راسي فاصله هاي كورس الاي دي. فبهذا الشكل ارجع الان يا استاذي اعمل ريلود. صار الان مقرؤ انه بده يحذف رقم 20، بده يحذف الرقم مثلا اللي بعديه هذا اي رقم 22. فالان حكيت لك وارجع الكلام هذا، تبع تبع معايا، مفروض الديليت بتروح على ده اللي اسمه ديستروي. طب كيف اشتغل انت مع ال... اشتغلش، هو اشتغل تحت، اشتغل هذا. احنا قلنا هذا نفس اللي فوق. الان هي مفروض بدي اطبع هنا ديليت بوست واقول له دامج مع الاي دي الخاص فيه. هتقول لي بعت سترينج لانه بيقبل ايش مكان رقم، اذا بتكش اياها بامكانك تحذفها. الان مفروض اضغط على ديليت يجي لي ديليت بوست ورقمه ولا الهواء ولا الدنيا كلها، المفروض لسه فيش فيو، المفروض يجي كلمه ديليت بوست. نعيد تاني، هو اصلا بتحس بتحسش فيه الموضوع عندي عمل بروسس. هو كل اللي بتحكوا فيه جي اس منكم جي اس، انا بكتب جي اس الي تقريبا 10 سنين تقريبا، فاي شيء لك اياه تخطر في بالك بعمل لك اياه، ده خليه ما يخليه ما يروحش نص صح يحسب لك اياه على طول. بس انت بتشتغل في باك اند، فانت بتبعت من فرونت اند لباك اند الامر اللي يسويه، فلازم يصير ريلود. نعيد تاني، اي رابط تكتبه جوا تاج ايه فبيشغل ميثود نوعها جيت. كمان مره، اي رابط توصل له من خلال تاج ايه بس بيشغل داله جيت. طيب استنى شويه، على كلامك
مين الرابط اللي شكله هيك ونوعه جيت؟ ارجع. مين الرابط اللي شكله فيه كورسز بياخد رقم ونوعه جيت؟ امشي على الاول. اديت واحد منهم بس، لا بدي نوعه جيت. شو فيش غيره. الشو هو الرابط الوحيد اللي بنفس هذا الشكل ونوعه جيت. فلك ان تتخيل انه الان وصل دالة شو بالضبط. لا عفوا 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 عفوا، كمان مرة. لو تقف شجرة تاج الـ A لما تكتب جواته رابط بس بيروح على الرابط اللي نوعه جيت. أنا عندي الرابط نوعه ديليت. مين بيبعت بيانات غير رابط الـ A؟ مين بيودي على صفحة غير رابط الـ A؟ في شيء غير رابط الـ A بيودي على صفحة؟ في تاج تاني اللي هو الفورم بالضبط. الفورم 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 بالضبط الفورم. التاجين الوحيدين اللي بودوا على رابط بس ولا الدنيا كلها الا الاي رابط جيت والفورم حاطط الاكشن. بس لو حطيت في الاكشن رابط بودي عليه. فالان قال لك اللي انت عامله هذا يا استاذ ولا يمكن يشتغل الا بده فورم. فالان بدنا نعيد هيكليه الكلام. هذا كلام جدا مهم جدا 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 جدا، حشرح بعدين حنهي خلص قد ما ياخذ وقت. الان هل جيت هقول له فورم اول شيء هي الرابط. شكرا. الفورم حذف قبل شوي لما لا عمليك. لسه ما فيش حذف. الان هاي الميثود بوست. طيب لو قلت له الميثود ديليت هل في الفورم ميثود ديليت؟ لا. طيب لما طب لو لما ما يلاقي لما يحط اكتب قيمه مش لاقيها باخذ ديفولت. اللي هي الديفولت مين هي؟ جيت. يعني الان لو عملت هيك وعملت لي جواته احلى بوتون فيك يا بلد وعملت الايقونه نفسها هيك كوبي وجيت هنا واخذت الكلاسات هذه وكومنت لتاج الايه الوداع هاي مع البوتون. اول تغيير حتلاقيه انه حيجي البوتون تحت لانه تاج الفورم نوعه بلوك. معنى بلوك بيجي جنب بعض اثنين الاي والاي لاين بيجي جنب بعض. فالبوت سلام مريحنا وقال لك كلاس دي داش اللاين. دي من كلمه ديسبلاي واللاين ديسبلاي اللاين صارت اثنين جنب بعض. هي واحد بس تنساش تنساش ايش عملت الميثود يا استاذ هنا في الفورم؟ ديليت. ولا الامه كلها فيش اسمه ديليت. يعني حيروح على نفس المكان اللي كان موجود فيه. عشو اصلا حذفت الكلمة. ها كأنك يا ابو زيد ما غزت. طيب كيف بدي يا عاد هنا؟ ورجاء رجاء بس والله داخلش انه نفس الكلام نفسه تيبيكال مع الايديت. تيبيكال الايديت ايش نوع الرابط؟ بوت او باتش؟ ولا في عندي لا بوت ولا باتش؟ قال لك في عندي مصطلح اسمه ميثود سبوفينج. اللي بيعرف كلمه انجلش سبوف شو يعني انجلش؟ ايش سبوفينج؟ لا صديق قصدي سبوفينج تلاعب تحايل. تيجي سبوف تظاهر. ميثود سبوفينج قال لك التالي. قال لك الفورم الفورم كيف بيرسل بيانات غير الجيت؟ بوست. قال لك اول شيء اخلي لي بوست واحد واحده واحده. مفروض يطلع ايرور. لازم حد يقول لي اياه عشان مش ما لقاش البيانات. بوست سيا صرف سيا صرف لقى سيا صرف ميثود بوست فيش فورم فيش. كمان مره لسه جاي مثل تفتي الفورم من نوعه جيت لانه نفس الرابط اشتغل. اي فورم اي فورم في الكوكب حطوا نوعه بوست فيش كي فيش فورم. اعمل سيف ريلود
فيش فورم فوق اصلا. تعال سيبني اسال الكلام هذا، ما كنتش بدي احل هذه، كنت احل قبل السي اس ار اف. كنت بدي احل هذه في الاول، كنت احل السي اس ار اف. هذا الايرور الثاني اللي بدي اياه. هل لقيته؟ الان قال لك الرابط اللي انت كاتب لي اياه ايوه بالضبط، قال لك الرابط لسه. فميثود سبوف، تبلك مش كان يطلع هذا الكلام. ميثود سبوف يا استاذي هي بكتب ات ميثود ديليت، بقول له اوكي الفورم نوعه بوست، ولكن لما تشغله شغل الرابط اللي نوعه ديليت. فالان يا استاذي ارجع هيك، تعال الان ايوه بالضبط ريلود. هل قيت قال لك بده سي اس ار اف مفروض؟ كان بدي اكون في الاول سي اس ار اف. كمان مره واخر مره حكيها، لانه هذا الشيء نفسه تيبيكال حذكرك فيه، حاخذ نفس الكلمتين هدول عند الايديت حطها بوت تيبيكال. هل قيتها في الفورم بس طريقتين تنتين جيت تو بوست بعرف كاش. قال لك الان استاذي طريقه جيت بتودي على نفس الصفحه، انا بروح على مكان ثاني، فقال لك بوست. لكن بوست اصلا بتدور هل في عندك رابط اسمه كورسز ومعاه اي دي ونوعه بوست. تعال ارجع للرابط اللي كتبناهم السبعه، دور لي على رابط انت بتلاقيه الان هنا. هاي كل رابط كتبناه يدويا، هاي من هنا للاخر، هاي كل الروابط عندنا هنا. اذا بتلاقي لي رابط نوعه بوست وفي كلمه كورسز سلاش اي دي، تعال قابلني. ولا واحد. البوست اللي عندي واحد هي، بس هي كلمه كورس لحالها. فقال لك ما لقيتش رابط اسمه كورس اي دي، ما بديش يكون بوست، انا بشغل هذا. عشان اشغل هذا رحت قلت له في داخل الفورم، قلت له ات سي اس ار اف لا يرتسل الفورم اصلا، ات ميثود هو عباره عن طريقه للتلاعب على الفورم بحيث انه الهيدر يكون صحيح ويتوجه لرابط ثاني نوعه ديليت بالشكل هذا. فالان استاذي العزيز اعمل سيف، تعال بالشكل هذا، ارجع هنا ريلود، اضغط، مفروض تلاقي ديليت بوست، فيش فيه كلمه شو، وراح على الثاني. لسه هيك يلا الحذف. تعال الان نحذف. عشان احذف اي عنصر مفروض اكتب الجمله التاليه delete from courses id يساوي طلاب where id يساوي الid. هذه الجمله كاس كيو ال حتكون معاكم، مفروض اخذتوها. بس هيك خلص، هو عامل لك اياها ولا تغلب حالك ولا اي شيء. فالان بقول له التالي ريتيرن، ارجع على الصفحه اللي قبل ريدايركت. فاكرين لما قلت لكم في الروابط شيء اسمه ريدايركت وحكينا كلهم لقدام؟ هذا هو ريدايركت، هو اعاده توجيه من مكان لمكان بالضبط. فاللي هي لا تهدر بي اتش بي، بقول له ريتيرن ريدايركت نفس الصف اللي كان اسمه كورسز اندكس بهذا الشكل. والان اوفيشالي عملت الحذف دن. ارجع ريلود رقم 5، قل له الوداع، روح. مفروض الان نمسك الاي دي الحبيب ابو رقم 5. باي باي طار. هكذا اوكي لسه صح، ما نحذفش انا فضيت ما نحذفش، لكن الان كبروسس الامور عندي 100% اخوي. تعال ارجع كده رقم 1 عندي الان. اول شيء المفروض ما يحذفش على طول، يعمل رساله تنبيه. فعشان تعمل رساله تنبيه في شغلي، في رساله تنبيه من سوق الجمعه رائعه، ريتيرن كن فيرم ار يو شور.
هل قلت هذا الكلام بدي اياه يعمل التالي؟ ما هو لسه استنى اذا ضغط لا لسه اجيك اجي اسهل الان ايوه اذا قلت اذا ضغط عاد هكذا لا طلع ريتيرن هكذا داله كونفيرم داله جي اس فيها زرين اوكي وكانسل ترو فولس كانسل يعني فولس ما تكملش اوكي يعني ترو يعني كمل روح ارسل الكلام هذا فانا بدي اقول له لما يضغط فامسك هذا الكلام قول له اون كليك اون كليك اعمل الكلام هذا ريلود كانسل فش حذف باي باي هاي بهذا الشكل اخوي طارت الداتا اللي عندك خلاص اللي عندنا حنوقف ان شاء الله المحاضره الجايه